يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر. وهذا لا تمام طلع، بس هذا لسه الونيت. ها ما قدر يطلع. هيا ها ها ها، شد حالك. ايوه رجع عشان يشد حيله الحين. ايوه انطلق. والله شكله بيحضر صح. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. استغفر الله العظيم. يا الله يا شباب. شوف الحين رجع برضه بيرجع لاخر الدنيا. روح برضه. ايوه كبر اللفه، قول بسم الله واطلع بيمينك. شد عضل. واحلاله الله يعينه. هاي استلم هنا اللكزس وهنا كلونيت قاعدين يحرثون. يا الله شباته. ايوه هاي اللكزس. شد حالك. كفو هذاك هناك. شوف الكراسي اذا طلع الحين البنيت. والله اللي حقيت. شوف العالم بالغبنة. الكراسي اذا قدامه تطلع وهذا سواه. العالم بالغبنة. والحين رجع اخر الدنيا. ايوه يا الله يسر له. يا كريم الله ياخذ عقلك. استغفر الله العظيم. هذا هنا تورط قال يا ساتر. معقوله ذا شد حيل عشان الشيء ذا؟ اي ورينا بطالتك يا برنس. شوف الكراسيدة طالع واثق ما شاء الله. ايوه يسوي زيه على مالك حبيبي. ايوه وطني. لا اله الا الله. شوف ايوه يا الله يا كريم. المرة ذي بيطلع ان شاء الله بيطلع. لا اله الا الله. بطل يا وطني بطل. استغفر الله. ايوه اشتغل على نظام الهداوة. استغفر الله. هذا انفجع يمشي يطلع عدة مرات. قال والله انا ماني قادر. ترى روح جرب دفع ما بيزبط معك. يا ليل النكادة. يا الله يا كريم. شو راح من هناك مسكين والحين بيطلع. وما طلع يسيبه دفه. الله يعين. الله يسر له. احح خرب عليه ذا. اما طلع ان الله يسر. اجل راح ندفع الرجال وعلى الله.
ايوه واخيرا طلعت ابشركم دفيته مسكين. هاي روح بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و يعني بس كذا من داخل جدة القديمة حبيت كذا انقل، بس يعني اوكي سيبوا جدة فوق الشمال، هذا يمكن اغلب الناس يعني يعرفها، انما جدة اللي تحت هنا اللي هم الناس اللي خارج مدينة جدة يعني قليل اللي يعرفها ويعرف اماكنها. هذا هنا الان طريق المدينة النازل، يعني لو متلنا على طول نوصل لوزارة الخارجية والبلد. طبعا هنا يا جماعة الخير كان هنا نادي الاتحاد، اللي يعرف نادي الاتحاد يعني والله ما ادري فين ارضه، اهو هنا اعتقد مكان الحديقه هذا او بعدها شيء زي كذا، المهم هذا المكان وهذه وزاره الخارجيه وهذا ميدان البيعه، دوار البيعه ميدان. ناخذ يسار كذا، طبعا هناك لو رحنا يمين تدخل على شارع الملك عبد العزيز. الخير هذه جدة، طبعا شوارع، هذه شوارع كنا زي فرنسا ما في اسفلت، هنا كلها بلاط. هذه جدة يا جماعة الخير. طبعا هذا الايام يعني هادي الوضع، يعني الجمعة يكون هادي شوي الجو، لانه ما تفتح هذه المحلات الا بعد صلاة الجمعة. احنا الان الساعة 3:30 عصر، رح يمين كذا وانزل يسار، مدري والله الشارع انا اخبر هناك قفلوا. فهذه المنطقة تيجي في رمضان كأنك في الحسين في مصر. تكون مشعللة، اللي يبيع بليلة، اللي يبيع كبدة، اللي يبيع مدروش، واللي يبيع مدري، واللي مسوي بسطة، واللي الدنيا شيء، هنا عالم آخر هنا يا جماعة الخير. اللي من سكان جدة والله العظيم أقول لك، إذا تبغى تمشى صلي التراويح وانزل ادخل هذه الأماكن، قسما بالله تعيش جو. لا تيجي وأنت مرتبط بموعد، امشي كذا تسحر حتى هنا تشوف أشياء كذا، تعيش جو. عن نفسي انا احد الناس اللي اسويها هالحركه دايما. طبعا هنا الشارع هذا كذا نزول على باب مكه، باب شريف، هذا مشهورين هنا. طبعا هذول حقون الخيام. لا راح يسار، وهنا محل العاب، هذا هنا اغلب الاسواق ترى جمله يا جماعه الخير. قدام هذا الشارع قدام يمين ويسار، لو تيجي في رمضان هنا اللي يبيعون الطراطيع والصواريخ كلهم من هنا، طراطيع بدري هنا يجيك كذا يصيدك من هنا، يبيعك هنا ويبلغ عليك قدام ويكفشونك هناك وياخذ الطراطيع ويرجع يبيعونها ثاني مره، الخلع هذول التجار كلهم تجار الجمله حقون شو اسمه ذا الالعاب الاطفال. يعني انتبهوا، يعني انا اقول لك تنزل من هنا على طول، من هنا يطلعوا لك اثنين يسوون نفسهم ايش انهم من الباحث وتخاف تعطيهم ايش الا ايش اسمه ذا الطراد، وياخذون الكيس منك ويرجعون يبيعون لك اياه لواحد ثاني ورا، ويلا وسرى ليل فضحناهم احنا كذا. فانتبهوا يعني يا شباب الخير، لا تخاف. يلا مستودعكم الله، وندخل الطعوس كذا الى جو اخر كذا، بس عيشناكم كذا خمس دقائق هنا تقريبا. يلا معلش طولنا عليكم شوي، تحياتي للجميع. هذا ابو ريم اللي طلع، حركات يا ابو ريم، حركات حركات مؤلمه. يلا ارجع، احنا
احنا عندنا عادة نستخدم سيارات استخدام اخر، دفع رباعي ما نعترف، و وش اسمه ذا؟ افلانش جنوطك غير سليمة لهذا المكان. ويعاود الكرة الافلانش، بس انا طلعت هنا فوق شوي كده بعدت عنهم. واو ابو رهب، حركاتك ابو رهب شايفك. هو فهد يطلع بغير دبل. خلي مين يا فهد، هذا يبغاك ترجع من ورا من هناك، اللي يبغى يطلع من غير دبل يرجع من عند الجيوب ذيك. هذا طلع بدبل ما شاء الله، رايح مكان مره ما شاء الله طلع. ما شاء الله تبارك الله. عايش جو لحاله كذا يعني، عنده اليوم عنده زراعة معينة، زراعة عنده معينة. بس أدري اللي في الصيف ده يعني وش اللي نزرع في الصيف؟ بصل، البصل يطلع في كل وقت. باي فندق. اوه وصل المعلم حقنا. المشروع كذا بس اسمع كلامي والله، عين خير يا ابو نايف، بس انت شوفه وش يعطيني رايك. هذا من اللي يسوق ذاك تركي بدر؟ اي يا رجل. Thank you.
وهذا اللي سأل عن سعيد شوفوه يجي هنا ويحب خشوم بعد ويسلم ويسوي حركات. أنا جاي الموقع هذا بصراحة جايب السيارات كلها. عمل تراب. عمل تراب. يا رجل يا رجل وماذا فعل وماذا وقع منه؟ وش اللي طار يا ولد؟ من جو الموية طيره؟